أخبار اليوم. هذا هو ابن ماديرا، ابن الفوتسال، نجم الريال مدريد، يسجل حضوره في مباراة اليوم بهدفين للبرتغال. إما كان رونالدو كريستيانو في يومه تكون البرتغال في عطاء في مباراة اليوم. كريستيانو من كرة متحركة يضع كرة في 90 على يسار حارس المرمى بيرزوفسكي. الهاتريك من كريستيانو رونالدو، يسجل في مرمى أرمينيا. صاروخ ماديرا.